مكان. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على راديو ميد. اليوم 6 جوان 2015، كما اليوم في عام 1664 تبدل اسم المستعمرة الهولندية نيو أمستردام الموجودة على الساحل الغربي من المحيط الأطلسي لنيويورك. في عام 1933 كما اليوم افتتاح أول سينما للسيارات في ولاية نيو جيرسي. كما النهار هذا في عام 1967 القوات الإسرائيلية تدخل القدس، وزير الدفاع الإسرائيلي صرح بأنهم استولوا على أورشليم واللي كانوا في الطريق البابل، وهذا في ثاني أيام حرب الأيام الستة. في عام 1984 كما اليوم الجيش الهندي يقتحم المعهد الذهبي بمدينة أرمتسار، أقدس مقدسات السيخ لتطهيرهم المتمردين اللي هربوا ليه في عملية تعرفت باسم النجمة الزرقاء، مما أدى الانتقام السيخ بعدها بأربع شهور باختيار رئيس الحكومة أنديرا غاندي. كما اليوم في عام 2004 كان مقتل مصور قناة البي بي سي في الرياض من مسلحين في كرهبة أثناء تصويره منزل أحد منتسبي تنظيم القاعدة. هذه كان يا مكان لليوم، نرجع لكم في دات جديدة بأحداث أخرى. سارة شبوح تقول لكم نهاركم زين وبون ويكاند. كان يا مكان.